سارة. مش عارفة أنا إيه اللي عاجبك في البت التمرجية دي؟ ياما دي بنت جدعة ياما، وما شفتش منها حاجة وحشة. وعلى فكرة بقى أنا عملت مشكلة ما بينها وما بين أخوها. يا واد هو أنا لما أجي أفرح بيك، أفرح بيك بواحدة رايحة جاية طول الليل، يوم تقول لك أنا راجعة من النوفاتشجية واليوم التاني تقول لك أنا بايتة كنت في المستشفى، يا أختي راحة فين يا بيتي يا كوريا في نصاص الليالي يا بيت؟ لا إله إلا الله. وأنت مالك يا أم سوك؟ مخنوق؟ خارجة أفك عن نفسي شوية، طالعة أشم شوية هوا نضيف بدل الكتمة اللي واحد فيها، خلاص؟ الحق عليا اللي خايفة عليكي للحدايد يخطفوكي. ايه ياما ده؟ ليه كده ياما؟ راح فين يا ولا؟ يا كوريا خد يا كوريا، راح فين يا كوريا؟ معلش يا سوكا سيبني وانا بخرج لوحدي. بقول لك يا كوريا مش هينفع تسيبك لوحدك تمشي بالليل. على فكره بقى الهام ما ينفعش حد يشيله لوحده، وانا اخوك يا بت الهام ابو اتنين يشيلوا اتنين، وعلى راي المثل كان فرقني اسبوع انا ما خدتش. ايوه يا كوريا ايوه كده. ايه يا سوسو ده؟ قاعد اندع عليك اندع عليك تسيبيني وتمشي؟ انا حسبت التاكس. طب يا حبيبي تعالى بس. طب يا حبيبي تعالى انا حسبت التاكس. تعالى 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 فلوس التاكس. تعالى تعالى تعالى. ايه ده؟ هو فين العفش؟ انا عندي مرتبه جوه بنام عليها. مرتبه ايه ياما؟ فين العفش؟ بس انا بمشي الكركبه. كركبت ايه ومرتبه ايه ونيله ايه؟ هي احنا فين لما مؤاخذه؟ ايه ده؟ دي شقتك دي ولا ده ايه؟ لا دي بتاعت ابني وهو في امريكا وسايبها لي. سايبها لك من غير عفش؟ تعالي بس. يا ابني العفش اللي انت شاغل نفسك دي تعالى بس هقول لك. هتقولي لي ايه؟ معلش اصل انا بس في حاجه بيني وبين العفش. فين العفش؟ هي كان فيها عفش. ايوه. وانا بعته. ايوه. عشان اصرف. لان الفلوس اللي ابني بيبعتها لي. ايوه. ما بتكفيش الشرب والسهر. تعالي. لا استني بس استني بس. انا نسيت البتاع تحت. انا هنزل بقى اجيب سجاير لان انا معيش ولاعه عشان هقول لك يا سوق. والله يا سوق دقيقتين وهطلع لك على طول. ما الكشك قريب الكشك قريب. بص يا كوريا ابراهيم صاحبي وانا عارفه كويس. اي نعم هو مجنون وما بيحبش الا نفسه ورايحه منه، بس يا بنت الحلال لو ما كانش جالك كوافير وقال لك الكلمتين دول كنت هقول لك لا. من الاخر ابراهيم عايز يطير، ما بقاش حد ليه حاجه عنده. انا عايزك بقى تجيبي وتد وتربطيه وما تسيبهوش. وهو مين اللي عنده طقطان لنفسه عشان يجيب خلق البراهيم يجري وراي منه شمال؟ يا سوكا انا بيت يا جدعان انا بيت بيت ايه؟ ما يغركوش شكلي ده. انا جوايا حته عيله صغيره لسه بضفاير، عايز اللي ياخدها في حضنه يطبطب عليها اللي يقولها كلام حلو من اللي بتقولوه للبنات ده اي حاجه. نفسي اللي بحبه ده انه تبقى مليانه بيا، ما يبصش لواحده غير. صعبه دي؟ جوايا عيله عايزه اللي يجيب لها دبدوبه ورده، ولا ان شاء الله حتى يكتب لها جواب حب من اللي بيكتبوه لبعض في المدارس دي. انت عايزه اللي بيحبها يبقى بيلف حوالين نفسه كده عشان يبقوا مع بعض لوحدهم، ولو ثواني يخطف بوسه من على خدها، ولما يخطفها اضربه على وشه بالقلم. مع اني من جوايا بقى مبسوط يا سوكا. ده انا حاسه ان من كتر ما انا عامله راجل من بعد ابويا ما مات عشان اعرف اعيش، انتوا ذات نفسكوا نسيتوا ان انا بنت. ده حتى هيما ذات نفسه كانش بص لزبالة الحريم، ولا كأن في حياته خطيبة ولا حبيبة ولا آياته حاجة. السوكة ده نايمة بقى بيبصلي كأني راجل زي ما بيبصلك بالظبط، كأن واحد صاحب. بقولك ايه، انت قلبتيه حزيني ليه كده؟ فكيها بقى. طب عشان خاطر سوكة تحكي. طب حاسس ان انا بتحكي؟ انت حكي بقى كوري. طب اقولك حاجة، اغني لك الاغنية بتحبيها الحلو والنبي تا 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 كوريا والنبي تا 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 والنبي تبسم تيرارارارا. يلا غني معايا الحلو والنبي تا 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 تبسم والنبي. ده انا اللي تبسم يا عتب. الحلو والنبي تا تا دي كوريا والنبي. اتحكي بقى اتحكي ولا يهمك. انا جمعت حضراتكم النهارده علشان ابلغكم اني منسحب من قضيه مدام هايدي تماما، ودي كل الاوراق اللي هتحتاجوها علشان تستعينوا بمحامي تاني. اتفضل يا ابو طالب بيه. ايه التهريج ده؟ يعني ايه تنسحب؟ في ايه يا نادر؟ مفيش اي حاجه، في محامين كتير جدا مش لاقيين شغل. ليه يا نادر؟ ايه بس اللي حصل؟
والباشمهندس مش عايز يعرف هو كمان ايه اللي حصل؟ انا فاهم كل حاجه، بس ما بحبش اتسرع زي عمي. تمام، يبقى انا محتاج اعيد الكلام ده وللمره النهائيه. ابو طالب بيه، انا كنت بتابع قضيه مدام هايدي بصفتي صديق للاسره مش كمحامي، لان انا كمحامي مش شغلتي ان انا اعمل لها بطاقه مضروبه، ده ضد شغلي، ومش شغلتي كمان ان انا اهربها لان ده ضد مبادئي، ولا شغلتي ان انا ازرع لها عين في مباحث الاموال العامه لان ده ضد القانون. انا كنت بقوم بكل ده لصالح هايدي وصالح القضيه وصالح حضراتكم طبعا، لكن لما اعرف ان انتوا رحتوا زرتوها في بطن البقره اللي انا شخصيا ما اعرفش مكانها فين، وان الهانم هتفتح هناك نشاط اجتماعي، هنا لازم اقول ستوب، ما اقدرش اكمل. ليه؟ لان اللي انتوا عملتوه ده هيضر هايدي وهيضر القضيه وممكن يقفل المكتب بتاعي، وانا ما عنديش استعداد للكلام ده. احسن برضه، اهو نشوف محامي تاني احسن منك. وبعدين بقى اسكت خالص. ايه يا دكتور نادر، بس من غير بس ولا يا دكتور، كلامي كلام نهائي يا ابو طالب بيه، ورا القضيه معاك وربنا معاك. الو بونجور، لو سمحت انا كنت عايز اعمل اوردر بالبضاعه اللي عندكم. لا انا عارفه انا عايزه ايه بالظبط. انا هفتح محل صغير ان شاء الله. المكان هي منطقه اسمها بطن البقره. بطن البقره هي منطقه في مصر القديمه ورا جامع عمرو بن العاص. لا انا لسه بجهز، انا كنت عايزه اعرف بس سيستم الاقساط والتسليم. خلاص هكلمك على بالليل، هقول لك انا عايزه ايه بالظبط وافهم منك. الاوردر باسمه هاي جمالات. انا متشكره قوي، ميرسي، باي باي. قولي لها انا عايزه اتنين. في ايه يا سندس، عايزه ايه؟ انا عايزه اتنين. حاضر يا حبيبتي، هجيب لك اللي انت عايزاه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا هايدا هانم؟ ازيك يا سندس؟ اهلا وسهلا. ها قولي عملت ايه مع السمسار؟ احنا لازم نلاقي محل النهارده، مش معقول بعد كل اللف ده ولسه مش لاقيين محل. ايوه هانم، ان شاء الله هنلاقي يعني. ان شاء الله. اصله في ايه مالك يا شكري؟ اصله بصراحه اضطربنا يعني، انا كنت جاي مخصوص علشان موضوع يخص حضرتك يعني. طب ما تتكلم في ايه؟ الجدع اللي اسمه سلومة الجزار ده كان عندي في البيت يعني. طيب وانا مالي؟ الموضوع يخص حضرتك يا هانم. انا فهمت يعني، في ايه؟ كان طالب القرب مني يعني، طالب يدك مني يعني. نعم. لا انا ما قلتلوش حاجه، انا قلت له يعني لازم نروح الهانم وناخد شروطها. شروطها ايه؟ هو انت خالي يا شكري ولا انا جمالات ولا مين سلوك المقرف ده اصلا عشان يطلب ايدي؟ لا يا هانم، انا كنت يعني قلت برضه اجي لحضرتك علشان يعني لما ترفضي نقدر نقول له احنا رافضين ليه يعني. هو احنا لسه هنوافق وهنرفض؟ بص يا شكري، من هنا ورايح المواضيع اللي زي دي انت تخلصها بمعرفتك، انا مش عايز اسمع عنها اصلا. حاضر يا هانم، حاضر. طيب وهنشوف المحل امتى؟ ان شاء الله يا هانم، وانا راجع هبكلمك. طيب بس بسرعه. حاضر يا هانم، اقعد بالعافيه. انا عايزه اتنين العب فيهم. ده اللي كان ناقص، سلوك الجزار. عايزه اتنين العب فيهم. انا واحد وسعد واحد. عايزه اعمل كده.